مساء الخير وأهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من آخر اليوم. صراحة في ثلاث أخبار معانا النهاردة، وكل خبر أقول مقلق ومأساوي أكتر من التاني، ولكن أنا لما بحب أن أنا أنقل لكم الأخبار اللي السوشيال ميديا بتتكلم عنها، ده بهدف، مش بهدف أن أنا أكئبكم، بهدف أن أنتوا تستفيدوا من الخبر ده بالفايدة بتاعته. يعني إيه؟ يعني ليه حصل ده؟ أنا دايما كل خبر بيبقى عندي مداخلة إما مع دكتور أو مع صاحب الخبر نفسه عشان نستفيد وما نقعش بنفس الأغلاط والأخطاء اللي يقع فيها الناس دي. أول خبر النهاردة هو كان ترند محزن قوي صراحة اليومين اللي فاتوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هو عريس الترند باسم عريس الشرقية. الشاب ده الحادثة بتاعته مأساوية ليه؟ عشان هو قعد يشتغل أكتر من 5 سنين، سافر وتغرب وعشان يجيب كل حاجة لفرحه وعشان يجهز شقته وعشان يعمل فرح حلو يليق بخطيبته، زي ما احنا شايفين دلوقتي بيتعرض اهو العريس الله يرحمه. طبعا تعب الراجل كتير وشقي كتير وكان بيعاني 5 سنين عشان يعمل الفرح ده، ولكن للأسف بعد ما عملوا الفرح والزفة وكل حاجة زي ما انتوا شايفين، طلع في العربية حس انه عنده ألم، حاول ان هو يقولك لا يمكن شوية إرهاق كعريس، انتوا عارفين ان هما بيقعدوا يومين ثلاثة بيجهزوا البدلة والمقاسات وحوارات كتير، فحاول ان هو يستحمل الوجع ده او الألم ده، ولكن ما قدرش. بعد كده حاول قال احد صحابه انه لا انا مش قادر ان انا استحمل، خدوني على المستشفى. بعد ما راح المستشفى وبعد ما انتقل يعني للمستشفى، عرفنا انه للاسف الدكتور طلع وقال لهم انه توفي. طيب انا اللي عايزه اقوله من الخبر ده انه يا جماعه معلش، في ضغط نفسي بيعاني منه طبعا، الله يرحمه الله يرحمه عريس الشرقيه، ولكن احنا دلوقتي هنعرف اللي هيحصل، اللي حصل ايه ساعتها، ولكن في معلومه كده بسيطه انه ما تضغطوش نفسكم لاخر وقت. الضغط ده والله العظيم بيأثر كتير قوي على النفسيه وعلى القلب، والارهاق والتعب ده بيأثر يا جماعه. دلوقتي انا عايزه اعرف تفاصيل اكتر، وحضراتكم هتعرفوا معايا من اخوه الاستاذ مدحت. الو، السلام عليكم. اهلا بحضرتك وعليكم السلام. استاذ مدحت، طبعا في الاول ربنا يرحمه وربنا يا رب كده يلهمكم الصبر والسلوان يا رب. خبر مأساوي ومفجع صراحه، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل معاه بالظبط؟ زي ما انا كنت بقول كده، هو حس في وجع؟ في الاول احنا اصلا يعني هو كان مجهز كل حاجه، واحنا اصلا يعني احنا كل حاجه متفاجئين بيها ان هو بيعمل كل حاجه لوحده وكده، وهو هو في وسط الفرح تعب وقال لك عندي نغزه في قلب امه، وقعد شويه وبعد كده قام كمل تاني. واحنا بعد ما خلص قال لنا روح انتوا وانا هاجي معاكم وانا هاجي وراكم وكده، واحنا مشينا وسبناه. بعدها ب 10 دقائق جالنا الخبر ان جات له سكته قلبيه في العربيه وما لحقوش. يعني هو في العربيه كان حاسس وجع ولا يعني توفي بالعربيه؟ هو الاول حس بوجع، وبعد كده من صحابه اللي كانوا معاه قالك ان هو تعب، ودوه مستوصف كده جنب القاعه، عملوا رسم قلبه، الدكتور قال لك ما فيش اي حاجه يعني هو كويس تمام، ودوه يعني ودوه المستشفى اطمنوا عليه اكتر. وهم في الطريق يعني اغمى عليه، رجعوا تاني بيه قالوا له قالوا بقدر الله يعني الله يرحمه. طيب احنا عارفين ان هو رياضي، يعني هو اصلا يعني ما شاء الله عليه، يعني حد المفروض بيهتم بصحته صح؟ يعني بيمارس الرياضه وما شاء الله، يعني الله يرحمه ان هو كان يعني حتى مش تخين، جسمه سليم، يعني هو بيحافظ على صحته. السبب السبب اسماعيل كان بيلعب كوره اصلا وكان بيحتفظ بنفسه. الدكاتره قالوا ايه؟ السبب ايه؟ سكتة قلبية، الفرحة اللي هو فيها ما كانش تتوصف، لأن هو أصلا كان فرحان جدا. هو إسماعيل أخويا على طول كده طبعه إن هو بيضحك ويهزر مع أي حد، يعني هو الفكرة كلها إن هو عمره ما بيشرب أي حاجة ولا ليه في أي حاجة، هو طول حياته بيحب الكورة وما لقاش نفسه في الكورة، سافر بره فاشتغل وكون نفسه والحمد لله عمل شقته وجهز نفسه في كل حاجة.
هو كان فرحان يعني، هو نزل بقاله 10 أيام اهوت، كل يوم يعني بيعمل حاجة في الشقة بتاعته، على طول بيضحك وبيهزر، فهو كان فرحان جدا، واللي هو فيه ده كله كان فرح، مش من شدة الفرح، من اه شدة هو الفرح بقاله كمان حصل. بقاله يومين اصلا فرحان، وعلى طول على طول كده، على طول بيهزر ويضحك ويرقص، بس هو بقى الله يرحمه. الله طيب يرحمه. مراته ووالدته عاملين ايه دلوقتي؟ انا والدتي والله العظيم ربنا اللي يعلم اللي فيها، تعبانه جدا، مش مستوعبه الخبر اللي حصل يعني، ومراته الله يكون في عونها برضه، لان هي الله قعدت يكون في عونه. مستنيه وخلاص يعني، كان ما فيش وقت، ان هو خلاص يعني فضلت ده كله مستنيه، وربنا ما قدرش ان هو يكمل معاها. طيب أستاذ مدحت معلش اسمح لي، هو هل كان بيعاني من أي حاجة قبل الفرح؟ لا، خالص؟ هو خالص عمره ما اشتكى من حاجة، ولا عمره راح للدكتور، وعلى طول هو كده انه رياضي وبيلعب رياضة على طول. الله يرحمه. طيب حتى انت لو استضفت اي حد من نادي الزمالك صحابه، هتعرفي ان هو اصلا عمره يعني ما عاني من حاجة ولا اي حاجة خالص. يعني هي السكتة دي أو الذبحة دي اللي حصلت له، يعني أعتقد زي ما حضرتك بتقول إنه من شدة الفرح. اه هو بقاله يومين اصلا فرحان جدا، وكل شويه يقول لك خلاص فرحي جه، وقال لك يعني خلاص يعني فرحه جه وخلاص، يعني هو حابب بيجهز له بقاله كام يوم، حتى كمان ولا عمل حنه ولا عمل اي حاجه خالص، ولا عمل عزال، وقال لك انا مش هعمل غير دخله بس، ان انا افرح فيها بس وكده مع اصحابي، حتى كمان ما عملهاش عندنا في الشرقيه، واحنا عملناها في القاهره، بحيث ان الدنيا كلها تحضر معاه وكده، وهو كان مبسوط. ده هو بقاله يومين اصلا والله العظيم، هو عمال يعني بقاله يومين ما بطلش رقص، وفرحان جدا ان هو خلاص يعني هيتجوز، وفرحان هما بفرحه. كانوا قصة حب ولا كان صالونات؟ لا قصة حب، فقعدوا قصة حب مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبر قلبها يا رب، يصبر قلب مامته برضو. عريس في الجنة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جدا لذوق حضرتك أستاذ مدحت، شقيق عريس الشرقية. يعني متخيلين إن حد من كتر الفرحة، كتر ما هو فرحان إنه بعد 5 سنين عذاب وبيشتغل عشان البنوتة دي عشان يتجوزها، معقول من شدة الفرح يحصل كده؟ يعني برضو ما نبالغش، صح؟ ما نبالغش، نفرح الفرح العادي، لما نيجي نحزن، ما هو شدة الحزن برضو بتعمل ده، بتعمل ذبحة، فاهمين؟ وبرضو في عبرة كده من الحدوتة دي، انه سبحانك ربي، انه مفيش حاجة دايمة، سبحان الله. يعني بنجري 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 عشان نأمن مستقبلنا، وعشان ما نحتاجش حد بعد كده، ولكن ما فيش حاجة مضمونة حقيقي، كل حاجة بإيد ربنا. مين يعني يا عالم، مين كان عارف اللي حصل للعريس ده بعد التعب وشقى 5 سنين، ان هو اصلا حتى يوم زفافه ما كملوش، يعني حتى عمل الفرح وما كملش يوم دخلته او يوم زفافه، الله يرحمه. طيب خبر تاني برضو من الأخبار الحزينة جدا اللي حصلت خلال 2 يومين اللي فاتوا، هو وفاة طفل. الطفل اسمه محمود، عنده تقريبا 5 سنين، توفي في مستشفى بالقاهرة الجديدة بعد حقنه بمضاد حيوي أو الأنتيبيوتيك. خد حقنة هي اللي سببت له المضاعفات اللي أدت لوفاته. وزارة الصحة أصدرت قرار بإغلاق المستشفى دي، ولسه في تحقيقات شغالة، وهنعرف تفاصيل أكتر من مدام نجوى والدة الطفل محمود. ألو ألو ألو، ربنا يصبر قلبك أول حاجة. أنا بعتذر لك إن أنا حضرتك معايا دلوقتي في مداخلة، ولكن عايزين نعرف التفاصيل مدام نجوى. إيه اللي حصل بالظبط؟ الطفل محمود كان بيعاني من إيه الله يرحمه؟ ما كانش بيعاني من أي حاجة خالص ولا اي. طب هو لما دخل المستشفى كان عشان ايه؟ سخونية عادي. زي طفل يعني، هو كان عنده سخونية ودخل المستشفى وتوفي بسبب السخونية؟ لا هو ما توفاش بسبب السخونية، بسبب الحقنة اللي خدها، ولكن الحقنة دي عشان السخونية، يعني الطفل كان داخل المستشفى هو بس فيه سخونة. كان ماشي، رجله عادي. هو عنده 5 سنين بالظبط الا 3 شهور.
يا حبيبي الله يرحمه. طيب احكي لي كده، المفروض انه طفل، اي طفل في السن ده واي حد، انه لما بياخد حقنه مضاد حيوي المفروض ان هم بيعملوا له تيست او اختبار حساسيه، او ينفع ان هو ياخد الحقنه دي ولا لا؟ حصل معاكي ده ولا لا؟ الممرض عمل له تيست وقال الدكتور في احمرار، قال له اديله الحقنه وخلاص. يعني هو عمل التيست واكتشف انه في حساسيه ومع ذلك اداله الحقنه؟ ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش، هو اللي سمعته قال له اديله الحقنه وخلاص، فقلت اكيد الدكتور فاهم اكتر مني. حضرتك كنتي معاه، كنتي جنبيه؟ اه. طب لما شفتيه ان هو محمر، يعني ده معناه انه في حساسيه؟ ما انا ما اعرفش، هو الممرض اللي بيقوله الدكتور، بقول له ايدي فيها حمار، ما قالوش حساسيه حتى، بقول له ايده محمره، قال له اديله الحقنه وخلاص، ما كلفش خاطره يوم يشوفه يقرب منه، عشان ده كلب مش طفل، مش بني ادم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي اداله الحقنه الممرض ولا الدكتور؟ الممرض، ولكن الدكتور هو اللي قال له. طيب طيب الدكتور لما شاف حالته بعد الحقنه، احكي لي بعد الحقنه حصل ايه؟ بعد الحقنه مباشره مفيش 5 دقايق، لانه خدها في الوريد. كانوا حاطين له كانيولا في ايديه، وخدها في الوريد، لقيت ابني بيجيب حاجات بيضاء من بقه، عينيه بتقلب، اللي هو البطني، هو قال مرتين يا ماما يا ماما يا ماما، وراح مني خالص في دنيا تانية. بقول له الولد ماله؟ قال لي انا عالجت لك ابنك مريض نفسي، اللي عنده ده مرض نفسي. ايه؟ قول له ابني انا مرض نفسي؟ الدكتور اللي بيقول كده؟ الدكتور اللي بيقول لك كده؟ قال لي كده، قال لي ابنك مريض نفسي. قلت له ابني داخل على رجليه، ابني كان لسه بيلعب، لسه بيتكلم بابا في التليفون، بيقول له ماما بره بتجيب حاجه وجاي. حسبي الله ونعم الوكيل، فيه ينتقم منه ربنا. طيب وتوفى؟ هو توفى على طول بعد ال5 دقايق؟ لا، طلعوني بره، وقفلوا الابواب وجابوا لي بتوع الامن، وقفوا، وقعدت احاول ادخل مفيش. كلمت جوزي، كان مسافر، كلمت اخويا، قلت له الحقني يا محمد الحقني، ابني بيموت يا محمد. قال لي ده انا مسافر الغردقه، فكلم لي اخويا التاني، جه وكلمت جوزي، قلت له محمد مسافر، واحمد لسه قدامه شويه، اعمل ايه؟ قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له، قال لي محمود خد الحقنه، قلت له اخد الحقنه كلها. قال لي ابنك يا مات، يا ابنك بيموت، اطلبي الشرطه وكسري الباب شوفي ابنك. قعدت ارزع على الباب واكسر عليهم ويزقوا فيا، لحد ما دخلت لقيته ما فيش خالص، ما بينطقش. انا شفت ساعتها قلت له ابني بيموت، لا حول ولا قوة الا بالله. شفت، قلت له ابني بيموت، وما كفاهوش ده كله، قعد يلففنا حوالين نفسنا، قلت له انقله في اكبر مستشفى. مدينا عايزه هموت، واخويا جه قال له نفس الكلام. ومفيش، قال لك لا خالص، قال احنا هنوديه السيد جلال. طب ما نوديه مستشفى هنا في التجمع، راح هو الدكتور نفسه انا هنوديه مستشفى السيد جلال. رحنا هناك، ما رضيش يركبني في الاسعاف لا انا ولا جوزي. ورحنا رايحين، فضلنا ملطوعين 5 ساعات او 6 ساعات. بس هو هنا، انا اسفه، هو هنا ابنك كان بيتكلم ولا كان غايب عن الوعي تماما؟ لا، غايب عن الوعي وما بينطقش، وكان ميت اصلا، ما كانش بيتنفس خالص ولا كان في حاجه. كان وهمنا ان هو العقل مش موجود، هو في غيبوبه، لكن القلب شغال، لكن الحياه ابني كان ميت. بس ورحنا هناك 5 ساعات 6 ساعات، مفيش حد راضي يعبرنا، لحد ما حد من اصدقائنا دخلوا لابني ملفوف في بطانيه ومرمي على جنب، والاطفال التعبانين كل طفل على سرير. اللي حصل، حتى لما جم يغسلوا لقوا جسمه متيبس، مش عارفين ان هو ميت بقاله فتره. لا حول ولا قوه. ده يرضي مين؟ نفسي اعرف يرضي مين دكتور يعمل كده كله في طفل ملوش ذنب في الدنيا، انه وقعت على واحد زي ده ما عندوش رحمه، متساب لحد دلوقتي، قلبي محروق، نفسي قلبي يبرد. انا بناشد السيسي، بناشد رئيس الجمهوريه، وحرمه، انت ام، نفسي حق ابني يرجع، نفسي ترجعوا حق ابني،
انت عارفه ان وزاره الصحه اصلا طلعت خبر وبيان انه المستشفى دي اتقفلت صح؟ اتقفلت لكن اتجاني بره وبتوع المستشفى انا رحت. طب ده اللي انا عايزه اعرفه، انت عملتي محضر صح؟ عملت محضر. وصل المحضر لفين؟ مفيش النيابه خلت اقوالنا وهنبقى نكلمكم، لكن اتجاني بره، اللي قتل ابني بره. رحت المستشفى قلت لهم انا محتاجه اسمه. مدام نجوى، قرار ايقاف قفل المستشفى ده يعني قرار ده مهم جدا، ولكن في تحقيقات هتاخد وقت، صدقيني حقك هيجي. صدقيني النيابه دلوقتي في تحقيقات بتحصل دلوقتي، يعني النيابه أتمنى. اكيد هتاخد القرار. ربنا ينتقم منه، ربنا يدوقه. ده ابنك الوحيد مدام نجوى؟ هو الوحيد. ربنا يصبر قلبك. الوحيد اللي معي. ربنا يصبر قلبك يا رب. الله يرحمه. وانا اسفه، انا اسفه لك والله. شكرا جدا للمداخله دي يا مدام نجوى. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ربنا يصبر قلبها. فهمنا ليه انا دايما اي خبر زي ده ببقى حريصه ان انا اقوله، عشان في امهات كتير للاسف مفيش درجه كافيه من الوعي. انا اسفه ان انا بقول كده، ولكن المفروض اللي حصل، انا عارفه انه اكيد في غلط في الاخر، الحقيقه هتبان، ولكن لما الطفل لما بياخد مضاد حيوي المفروض انه الام لو عندها درايه، يعني لو هي قالت لي انه هي ما كانتش تعرف، ولكن الطفل لما بيحمر كده معناه ان هو عنده حساسيه، هو ما ينفعش ان هو ياخد مضاد حيوي. عشان نعرف اكتر عن الموضوع ده معايا دلوقتي دكتور هيثم شعبان، استشاري امراض القلب وطب الحالات الحرجه. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. دلوقتي انا محتاجه افهم اكتر، اكيد حضرتك عندك علم بالموضوع صح؟ يعني طبعا زي ما الناس كلها سمعت. يعني كانت معايا دلوقتي، كانت معايا والده الطفل وسالتها امتى خد الحقنه. هو دخل المستشفى عنده سخونيه، ولكن عملوا له اختبار للحساسيه، بعد الاختبار ده شافوا انه في عنده احمرار. الام للاسف ما كانتش عارفه ان ده معناه ان هو عنده حساسيه او ما ينفعش ان هو ياخد الحقنه دي. فاحنا عايزين نعرف ناس يا دكتور، انا ايه الحاله اللي انا ما اقدرش ان انا ادي طفلي مضاد حيوي او انتيبايوتيك؟ طبعا قبل اي حاجه خالص، التعازي القلبيه لاسره الطفل، ربنا يرحمه يا رب. طيب. احنا كلنا معرضين نبقى مكانهم، ربنا يرحمه ويصبرهم يا رب. موضوع الحساسيه ده يعني موضوع مهم جدا، والحساسيه بشكل عام يعني ممكن تبقى حساسيه دواء، حساسيه اكل، حساسيه، فلازم نبقى واخدين بالنا من الاعراض اللي بتظهر سواء من دواء او من اكل. الحساسيه طبعا بالذات في الادويه لازم نعمل اختبارات للمضادات الحيويه وبعض الادويه المهمه، زي مثلا علاجات في بعض مرضى الاورام. لكن احنا خلينا نوضح الامور اكتر للامهات عشان الاطفال، لانه ممكن ما يقدرش يعبر عن الحاله اللي هو بيحس بيها، لان الموضوع مش مجرد احمرار بس. احنا بنعمل ليه اختبار حساسيه اصلا؟ بنعمل اختبار حساسيه لان بعض الادويه وخصوصا المضادات الحيويه ممكن المناعه في جسمنا تهاجم الماده اللي احنا بنحقنها دي في شكل يعني نشاط في الجهاز المناعي، ونشاط الجهاز المناعي ده ممكن ما يفرقش بين الدواء وبين الجسم نفسه، ممكن يهاجم نفسه. فاحنا لازم نعمل اختبار الحساسيه ده. اختبار الحساسيه ده بيبقى بسيط جدا، معروف ومتعارف في المجال الطبي وفي زمايلنا التمريض والاطباء، ان احنا بنحل الدواء عادي خالص، وبناخد بسترنجة الانسولين 10 شرات اللي هو لا يتعدى 1/10 سنتي، وبنعمل دايره في مكان واضح على الدراع، سواء في وش الدراع او في ظهر الدراع، وبنعمل دايره حوالي 3 سم. الدايره ال 3 سم دي بنحقن بقى الماده دي فيها بشكل مايل شويه، يعني ما نحقنش ان احنا نحقن في العضل او كده، بيبقى تحت الجلد. ايوه. ونسيبه مده من 15 ل 20 دقيقه. من 15 ل 20 دقيقه المفروض لو ظهر اي احمرار او زي طفح جلدي او فقاقيع كده او احمرار في الجلد كله. أيوه. او هرش، ده معناه ان في حساسيه. ما ينفعش ان انا ادي الحقنه. ما ينفعش ان ندي الحقنه، وده معناه ان احنا ده خطر، في خطوره طبعا. طيب هل الموضوع ده المفروض يتم مع، حتى لو بناخد الحقنه دي كل مره.
يعني مش معنى ان احنا عملنا اختبار حساسيه للدواء الفلاني ان انا ابطل اعمل تيست. صح. بالظبط. طيب. بالظبط. هل ممكن الاختبار ده يا دكتور الاختبار نفسه ده انه يعرض الجسم لخطر؟ عشان سمعنا انه في حالات كان حد بيعمل تيست ومع ذلك التيست ده الصغير اثر على الطفل. هو التيست بيتحقن فيه ماده كميه بسيطه جدا لا تتعدى 1/10 سم من السنتي اللي متاخد، فهي بتبقى كميه ضعيفه جدا. ايوه. وحتى لو ظهر حساسية بتبقى موضعية وبيتم السيطرة عليها بأدوية متعارف عليها سواء موضعية أو حقن وريدي أو عضل برضو، وما فيش منها أي خطورة. طيب. وبرضو في نقطة مهمة لازم نفرق بين الحساسية والأعراض الجانبية للدواء، يعني بعض الأعراض الجانبية للدواء بتعمل احمرار أو حكة أو كلام من ده أو مشاكل في الجهاز الهضمي، لازم نفرق بين ده وبين الحساسية الخطيرة اللي هي بنقول عليها ألرجي أو حساسية تفاعلية من الدواء. طيب. تصل لحاجة اسمها أنافلاكسيس ممكن تؤدي للوفاة، يعني هي ممكن تبدأ بمراحل بسيطة تبدأ تؤدي للوفاة بعد الشهر. طيب في حالة محمود اللي حصل انه هو خد الحقنه وبعد كده يعني خلاص كان يعني خلاص سكرات الموت تقريبا، هل في حقنه او في دواء او في حاله ان انا اقدر انقذ الطفل لو حسيت انه هو خلاص هو في خطر؟ مفيش اي يعني اجراء او دواء مضاد للمضاد الحيوي اللي انا اخدته؟ هو طبعا يعني احنا لو ماشيين صح في الاول هنعمل الاختبار ونعمل كل حاجه. بتكلم في حال ان انا اخدت الدواء وظهر حساسيه بنبدا بقى ندي الادويه التفاعليه زي الادويه من بعض ادويه الكورتيزونات وادويه المضادات للحساسيه، وبتتاخد وريد بعضها بيحقق الاستجابه بعضها ما بيحققش الاستجابه بشكل مباشر، وبنضطر ان احنا يعني بعض المرضى بنضطر تبقى حساسيه شديده جدا بنضطر ان احنا طبعا نحجزهم في المستشفى لو هو بره المستشفى، لو هو جوه المستشفى بنضطر ننقله للعنايه المركزه لان احيانا الحساسيه بتصل ان احنا نوصله على جهاز تنفس صناعي. فاحنا الموضوع يعني بيبقى له ابعاد كبيره. طيب يا دكتور دلوقتي بس عشان انا لما قلت الخبر ده تنويه لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، هل حضرتك كدكتور وحتى انا بتكلم يعني لاي حد مش بس اطفال، هل حضرتك بتنصح بالمضاد الحيوي كحقنه او لما يبقى في حد سخن نتعامل معاه ازاي؟ ممكن تقولي على طريقة ان احنا لو ما كانش في جنبي حتى مستشفى او صيدلية؟ ده حاجة جميلة جدا. انا يعني ده سؤال مهم جدا. الاول ان احنا يعني ما نستسهلش، يعني لو في سخونية احيانا بعض السخونية دي بتبقى فيرال انفكشن يعني التهابات فيروسية وبتروح لوحدها مش مستدعية، يعني ممكن بس خفض حرارة سواء في الصغيرين او في الكبار وده بيتم تشخيصه من قبل الدكتور يعني من قبل الطبيب المختص سواء للكبار او للصغيرين. الاطفال بعد ما بنشخص ان احنا محتاجين مضاد حيوي بنكتب المضاد الحيوي المناسب بالتسلسل بتاعه، يعني هو حاله بسيطه مستدعيه مضاد حيوي اقراص ولا حاله شديده محتاجه مضاد حيوي سواء بالوريد او بالعضل. فموضوع السخونيه ممكن يتم التعامل معها بدون الاحتياج لمضاد حيوي ممكن بس يعني الحاجات دي للاسف برضه لازم محتاجه توعيه، لازم محتاجه توعيه مش مجرد للاطباء بس، محتاجه توعيه للناس لان الناس متعوده ان انا اروح للدكتور لازم اخد علاج اخف على طول في ساعتها. فاحيانا بعض الناس بتطلع بره البروتوكول برغم ان هو مش محتاج مضاد حيوي فتضطر تديله مضاد حيوي على اساس ان هو ايه يعني يلاقي النتيجه الكويسه فما يتضايقش من الدكتور ما يقولش الدكتور ده ماشي غلط. فالناس بتجبر برضو بعض الاطباء ان هو يتجه للاتجاه اللي هو يحسن بسرعه. بالظبط كده. فانا بناشد حضرتك من خلال برنامجك ومن خلال المشاهدين ان احنا نعمل توعيه، والتوعيه دي للاهالي ولاولياء الامور وللناس كلها ان احنا نشوف الحاجات التسلسلات بحيث لما الدكتور يجي يكلمني ويقول لي انت مش محتاج مضاد حيوي ابقى انا متقبل. ما اضغطش عليه واقول له لا اديني مضاد حيوي. طبعا في دكاتره بتصر على رايها وموقفها الصح، وفي دكاتره بتبقى مش عايزه تخسر العيان او تضايقه فتكتب له مضاد حيوي بسيط، او في ناس تقول لا انا مش عايزه مضاد حيوي اقراص ابني مش بيبلع كويس ابني عنده فدي حقنه فنضطر ندي الحقن. ففي تسلسلات كده لازم نمشي صح، ودورنا بقى احنا كاطباء ودوركم معانا ان انتوا تبقى في منصات للتوعيه. صح. يعني ده هيوسع المجال اكتر.
وطبعا يعني في حاجات لازم يبقى في منطق فيها. يعني انا مثلا لو انا عندي عامل بنا جه قال لي انا مثلا هيدي سقف هيدي الجدار ده والجدار ده هو اللي شايل السقف، انا لازم استوعب. طبعا انا مش بلقي اللوم على حد، بس انا لازم يبقى عندي شويه معلومات مبدئيه ان انا اناقشه فيه. طب ازاي انت هتهد الجدار ده وهو اللي شايل السقف؟ صح، ما ينفعش. فانا ابدا اناقش الدكتور، طب يا دكتور حضرتك ده مش هيعمل حاجه، طب ده مش هياثر على كذا او مش هيعمل كذا. للاسف المناعه هي اهم حاجه في جسمنا، يعني بالظبط ما ينفعش نستهين بده. بشكر بالزبط. حضرتك جدا دكتور هيثم شعبان، استشاري امراض القلب وطب الحالات الحرجه. فهمتوا ليه وعرفتوا ليه وقدرتوا ليه الخبر ده مهم؟ عشان كل الستات اللي بتفرجوا علينا دلوقتي اللي هتاخد عيالها، على فكرة في ستات كتير بتاخدوا جوازها، ممكن يكون جوزي تعبان وأنا اللي عايزة أتصرف هو فاقد الوعي أو سخن. في ستات كتير، أنا بحب الست اللي بتقرأ أو بتتفرج وبيبقى عندها وعي. مش لازم على فكرة تبقي دارسة، مش لازم تبقي خريجة جامعة على فكرة عشان تاخدي قرار. ومش بس ستات، ورجالة برضو. طب ما في رجالة كتير معيلين لأطفالهم، والشعب كله. المشكلة انه في حاجة بتحصل على فكرة مش بس في المستشفيات، والحمد لله انه التغل الحوار ده، انه في ناس كتير بتروح صيدلية، وخلال فترة كورونا طلع قرارات كتير انه ما بقاش في صيدلي ان هو يدي حقنه على فكره في الصيدليه. ده قرار جميل جدا وانا معاه جدا، عشان ناس بتفتي لنفسها ليه انا اروح مستشفى، وممكن تبقى بعيده وممكن تبقى حوارات كتير، ولكن بيأثر على نفسه ويروح مستشفى ولا عمل تيست اختبار انه هل الحقنه دي تنفعه ولا لا، سواء كانت مضاد حيوي على فكره ولا كورتيزون. في الكورتيزون برضو حاجه كبيره جدا، ناس كتير مش بتقدر السايد افكت او الاعراض الجانبيه بتاعتها، برضو بتاثر على المناعه. فحلو قوي ان احنا نسمع الاخبار دي ونعرف الاسباب اللي ادت لده، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله حق محمود يرجع. أطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات آخر اليوم. ورجعنا تاني من بعد الفاصل نكمل باقي فقرات اخر اليوم. النهارده هنناقش موضوع شائك جدا وعامل مشكله كبيره لكتير من السيدات المطلقات والارامل وجميع انواع السيدات، وهو اختطاف الاطفال من قبل الاب وهم في سن الحضانه. يعني عايزاكم تتخيلوا معايا كده انه ام مثلا هي محكوم لها اصلا ان هي طفلها معاها، والمفروض ان هي حضنه، ويجي مثلا الاب عايز يشوف ابنه او عايز يزور ابنه، وفي الاخر العيل يتخطف. قد ايه دي بتكون موقف صعب جدا، موقف مليء بالخوف والقلق، ان انا ابني فين وهرجعه ازاي وهعمل ايه. ومن ده كتير كتير قوي وبيحصل كل يوم، بنشوف كل يوم فيديوهات على السوشيال ميديا من امهات كتير بتعاني من خطف عيالها من باباهم للاسف. من 9 سنين قاموا مجموعه من السيدات، وتحديدا عام 2015، بتاسيس مبادره تحت عنوان امهات مع ايقاف التنفيذ، لمساعده الامهات اللي تم اختطاف اطفالهم من قبل الاباء. معنا النهارده الاستاذه ايه هزاع، المحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله وعضو بالمجلس القومي للمراه والعضو المطوع للمبادره. منوراني ومشرفاني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه سارة. دلوقتي انا بس عايزه اعرف، هي الفكره جات لكم منين؟ انه ايه اللي حصل عشان فكرتوا ان احنا هنعمل المبادره دي؟ الفكره ابتدت اما مصر وصلت الاولى على العالم في نسبه الطلاق. وبعد كده لقينا ابتدى الاباء يتفننوا في اذلال الام والتنكيل بيها بخطف صغرها. ما لقيناش ام واثنين وثلاثه، لا بالعكس لقينا الاف الامهات. انا من طبيعه شغلي بتعامل مع الامهات كتير وعلى مستوى مصر من طبيعه عملي، فابتدينا نفكر ان احنا نجمع كل الامهات دي عشان نساعدها ان هي ازاي ترجع صغرها.
فاحنا حملتنا بدات في 2015 حمله تطوعيه بحته بنساند الام اللي ابتدى الاب خطف صغرها وللاسف بيغير من عنوانه من محافظه لمحافظه عشان يستحيل توصل لصغرها. احنا كل اللي احنا عاوزينه الغاء نص الماده 292. ليه الغاء نص الماده 292؟ بتنص الماده يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تزيد عن 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كلا من الوالدين او الجدين او الطرف الغير حاضن الذي امتنع عن تسليم الصغير. بس عشان كده هم متماديين. متماديين. الام عندي امهات وصلوا بالبحث عن صغرها مده 10 سنوات وهي محكوم لها بالحضانه وهي محكوم لها بتسليم الصغير وعليه حكم حبس سنه. يلا نلف محافظات مصر 27 محافظه. 10 سنين مش بيغير بطاقه مش بيغير رخصه مش للاسف في طبعا مؤخرا لا ده احنا لسه مؤخرا الدوله قالت اللي عنده سياره وعايز يغير رخصه عايز يغير اي حاجات لسه مؤخرا انما في السنوات لا ما كانش فيه الكلام ده خالص. يعني في امهات معانا فضلوا يدوروا على اولادهم في جميع المحافظات لمده 10 سنين وبعد ما حصلوا وعرفوا عنوان الصغير يلا بقى عشان ننفذ اتقال لهم انا هرفع استئناف هلغي حكم السنه وادفع 500 جنيه. طب العشر سنين انا دخت فيهم والتعب النفسي والجسدي في امهات حياتهم بتقف على ولادهم. لا ما فيش اي مشكله خلاص انا هدفع ال 500 جنيه وانت خلاص انا عذبتك 10 سنين والموضوع يبقى ايه فائده الحكم؟ بالظبط عشان كده انا بطالب بالغاء نص الماده 292. طيب. والحمله بتطالب بكده. طيب لنفترض انا عايزه اعرف دور المبادره بتعمل ايه؟ يعني لنفترض دلوقتي في ام تعرضت في فيديوهات على فكره على فيسبوك. تمام. اول حاجه نقدر نعمل الام تقدر تعملها ايه وهنعمل لها ايه؟ اول حاجه اول ما بتجي لي ام بتقول لي الزوج خطف صغيرها او خليني باللفظ القانوني احتاج صغيرها. لا خطف. ما هو احنا عشان هم متعمدين ان هم يعملوا ده. ما هم احنا قانونا ما انا هتكلم قانوني لو انا هتكلم امتنع احتجز الصغير احتجز لان هم دايما يقولوا ما فيش اب هيخطف ولاده يعني ده تمام انما هو اصلا بيعمل ده كله عشان هدف واحد بس ان انا بخليها تتنازل عن قائمه المنقولات عن المؤخر عن العده عن المتعه عن جميع اجورها ونفقتها. هو اصلا الهدف من هنا. طب المبادره بنعمل ايه اول ما بتجي لي ام الصغير تم احتجازه او خطفه؟ اول حاجه بقول لها يلا عن نيابه العامه نعمل قرار تسليم صغير. بعد ما بنطلع قرار تسليم الصغير بنيجي ننفذ. هو بيمتنع احولها جنحه امتناع تسليم صغير باخد حكم سنه. ابتدي انزل بقى يلا بقى نبحث بقى عنده في جميع المحافظات. في اباء بتبقى اللي هو بتقول كفايه لحد كده واستوب ورجع الصغير وخلاص. وفي اباء تانية بيتفننوا مش انت عملتي كده طب وريني بقى هتعرفي ترجعي ازاي. لدرجه في عندنا حاله ام الاب ما بيوديش الصغير او الصغيرين عشان هما اتنين المدرسه. ايه يعني هو عياله التعليم. عياله ما يتعلموش بس بالزبط. عشان يعند مع مراته عند في الام نكاية في الام. طب حضرتك بتعمل دول ولادك؟ لا والله هيروحوا من ربنا فين دول؟ انا والله العظيم بستغرب هم دول رجاله. استغفر الله العلي العظيم. طيب هل في جهات مختصه بتدعم المبادره؟ طبعا المجلس القومي للمراه مدعمنا. الامومه في الطفوله مدعمنا، حمايه الطفل مدعمنا، كل هذه الجهات مدعمه الحمله ومدعمه وغير كمان حملتنا هي مدعمه اي حاله انسانيه بتجيلها الام مكلومة على طفلها الصغير. وغير كمان ده في اباء بيحتجزوا الاطفال الرضع. فانت متخيله ام مثلا لسه خارجه من حاله طفل رضع طفل رضيع بيتحرم من الام. والام للاسف الامهات معانا في الجمعيه مش من يعني عندهم حياتهم كلها متلخصه في اولادهم. صح. في امهات تانية بس دول استثناءات اللي هو خلاص انت بتعمل مشاكل طب اتفضل ولادك خلاص وانا شوف حياتي بس نسبه قليله جدا لا تذكر. انما الاساسي عندنا والقاعده العامه عندنا الام حياتها صغرها صح اطفالها ما تقدرش تبعد عنه.
هدفها تضحي بنفسها وبمستقبلها طبعا. وحياتها وحياتها كلها بتقف عشان صغرها. ولكن في حالات يمكن هي مفيش في اليد حيلة. في ستات كتير بتحس انه لا خلاص بيبقوا مجبورين يعني مجبورين. أنا يعني انا اعرف حالة بيبقى وصل للأذى لمرحلة كبيرة قوي. عشان كده سابت له الاطفال. ما كان معانا حالة بس هم للأسف يعني كان جهة اخوانه كده كان الزوج كده. ف كل اللي هو عمله معاها قال لها لو انتي ما سبتيش ولادك هحطهم لك في ملجأ ومش هخليكي تشوفيهم. طب لو عرفتي انتي تطلعيهم او تاخديهم او الكلام ده كله هرميهم لك في مكان ما يعني. فكان العنف فيه كان زايد قوي. فالام من كتر اذى من الام من كتر خوفها على صغارها تفضل ولادك ولا تأذيني ولا تأذيهم على خلاص. فكرة ليه ليه يأذي الست اصلا كان متجوزها يوما ما يقدر ان هو يأذي عياله. انا لا اؤتمن على اي حاجة. زي الحادثة اللي لسه حاصلة قتل 4 أطفال ده كله عشان رفعت القضية تدخلها. ده فين؟ في الأهلية. قتل 4 أشخاص. الكبير كان اولى كلية هندسة والتاني ثانوية عامة. عشان الام ما تاخدهمش؟ هي عشان رفعت عليه قضية تدخلها. لا حول ولا قوة الا بالله. ادهم منوم في الاكل ودبحهم. طيب حضرتك ذكرتي بعض الاسباب اللي تخلي الاب ان هو يخطف العيال. تمام. زي مثلا هو عايزها ان هي تتنازل عن القايمه عن النفقه. تمام. عن المتعه عن الحاجات دي كلها. ولكن في حالات كتير الاب بيخطف العيل لما بتبقى هي برضو متطلقه ومديها حقوقها. ايه الاسباب اللي بتخلي الراجل ان هو يخطف العيل غير الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها؟ عشان ما تطالبش بنفقه للطفل. نفقه؟ طب ما هو بابا يعني يجيب نفقه منين؟ لا في عندهم قاعده طالما الطفل مش موجود في بيتي مصرفش عليه. المكان اللي هو موجود فيه هم اللي يصرفوا اللي هم الزوجه واهلها. انما او الام واهلها يا راجل. انما طول ما هو مش عندي اصرف عليه ليه؟ يقول لك. وغير كمان هم مطلعين حاليا فيديوهات يقول لك انا اصرف على طفل عشان لما يكبر يبقى عدوي. إيه؟ انا شفت الفيديو ده. وبيقنعوا الاباء اللي لسه مستجدين على الطلاق والانفصال والخلافات اوعى تصرف على اولادك انت بتربي عدو ليك. انا مش اي تي ام حضرتك. لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ده كلام المولى عز وجل. انت حضرتك بتعكس الكلام ازاي تقول اصل متربي عندي ومش متربي عندي. طب ما حضرتك لو كنت احسنت عشره والدتك زوجتك ما كانش كل ده حصل. ولا كنا وصلنا للمحكمة ولا كنا وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. هي خلفته لوحدها يعني؟ لا انا مش فاهمة يعني. بس هو حاليا يعني اما هي اهلها يصرفوا عليها. والله ما فاهمة ما الرجالة دي بتفكر ازاي. بيفكروا بطريقة مختلفة. على اغرب حالة مع ان انا عندي 15 حالة ولكن قوليلي على اغرب حالة حصلت معاكي وازاي رجعت لها عيالها. لا ده احنا ما شاء الله الحملة عندنا مرجعين ل 7000 ام صغرها. احنا الحمد لله خلال 9 سنين. خلال 7000 حاله. خلال 9 سنين. خلال 9 سنين في 7000 حاله. لا هو حضرتك اصلا الاحصائيه احنا داخلين في المليون طفل. إيه؟ مخطوف او محتجز. طبعا. ايه خلال 9 سنين مرجعين 7000. السنه 365 يوم يعني. انت عندك اليوم اكتر من مرجعين من الحمد لله ربنا كان رجع الحمد لله. ولكن بتكلم على كميه الرجاله اللي خاطفه عيالها. ده لا ده احنا لسه عندنا اضعاف مضاعفه مش عارفين يعني او بنسعى لحد الان عشان نرجع الاطفال. 7000 حاله. طب اقول من البدايه بتتجوزوا ليه؟ من البدايه يعني. بيتجوزوا ليه؟ ممكن اهل الزوج بيقولوا يلا يلا نتجوز. اهل الزوجه يعني احنا عايزين بس نعمل صور على السوشيال ميديا وان احنا اتجوزنا. طب حضرتك ايه اللي بيحصل بعد كده؟ للأسف اصلا للاسف مفيش وعي للاسف. طيب للاسف في قانون انا عرفت ان هو سوف يصدر قريب يعني بخصوص الرؤيه. تمام. عندك معلومات عن القانون؟ لا هو مش رؤيه هم حاليا بيطالبوا بالاستضافه عايزين يلغوا او يعني يعدلوا الرؤيه. عشان انا انا اللي سمعته انه في قانون يعني يتعدل. تمام. ولكن انا ما اعرفش هيتعدل لصالح الست او الراجل. هو قانون الرؤية الحالي ضد الست مع الرجل. ازاي الرجالة ماشيين طول الوقت يقول لك انا ما اقدرش اشوف ابني غير 3 ساعات في الاسبوع. ازاي هو ضد هو ازاي مع لا. الراجل هو ظاهريا ظاهريا يقول لحضرتك ان انا بشوفه 3 ساعات بس في اليوم أو في الاسبوع في الاسبوع, في الأسبوع. ده ظاهريا. انما تعالى بقى ندخل في القانون. القانون بيقول لحضرتك ايه؟ ان الام لو فضلت
ثلاث مرات متتالية ما بتروحش الرؤية بيرفع من حق الأب يرفع عليه دعوة تعويض تصل 50,000 جنيه. طب نفترض الأم دفعت 50,000 جنيه وقررت إن هي ثلاث مرات متتالية بدون سبب أو مبرر لغيابها عن الرؤية أو عن تنفيذ الرؤية. لا سلام. وقتها من البداية القانون بيقول إيه؟ بيقول إن الراجل ليه حق إنه يشوف ابنه ثلاث ساعات كل أسبوع. تمام. هي ليه الست تقعد ثلاث مرات ما تروحش؟ ممكن هقول لحضرتك لو إحنا معانا طفل صغير والتانية بتمطر في عز الشتاء. أيوه. يبقى هنا معين. السبب إيه؟ السبب ده طفل مريض هينزل إزاي؟ أنا إزاي هديه مبررات أو يعني إزاي هقنع القاضي أو أقنع بالروجيتات. بالروجيتات. ماشي. يعني هنا في سبب. في سبب. تمام. طب نفترض القاضي ما اقتنعش بالسبب. انا قدمت في روجيتات وقدمت كل ما يثبت ان انا التلات مرات دول المتتاليين انا كان الولد عامل عمليه كان ونفترض القاضي على حسب ما هو انت حضرتك اما بنعرض اوراقنا قدام القاضي بيبقى على حسب اتجاه القاضي ايه او على حسب اتجاه الدايره اللي انا واقفه قدامها ايه. هو مكان الرؤيه ده لازم يبقى في المكان اللي حدده القاضي. طبعا. يعني ما ينفعش ولو مثلا كان عيان كان في مستشفى ان بابا يجي له ونثبت حاله. لا عشان احنا في امضه. يبقى في امتى؟ انا اللي بقصده انه يقربوا المسافات الام والاب بقصد الاب والام يقربوا المسافات مش هيأصلا في محاكم اسره ولا قضيه فيها لو قربنا المسافات. ولكن خلاص ان طالما احنا خدت حق القانون واتحكم لي الولد من حقي طيب بعد كده يبقى في لين عشان في قانون. ما هم مش عاجبهم اللين هم عاوزين طول الوقت يضايقوا الزوجة يضايقوا الأم. هم ما يعرفوش المسؤولية اللي هي متحملها ايه. هي متحملة طبعا. مسؤولية أب وأم. حضرتك الدور اللي انت كنت طول الوقت بتشتكي منه وهي متجوزاك هي حاليا شايلة الكل اللي هي بتقوله ساعدني مش أكتر من كده. هو معلش النفقات اللي هي 500 و1000 و2000 في التوقيت والظروف الاقتصادية اللي احنا حاليا بتكفي طفل؟ لا طبعا. طب احنا معايا حكم قاضي وهي راضية بيه اما حضرتك بتقول لحضرتك انا عايزه زياده مع ان دخلك يسمح ليه حضرتك بتجيب بتصطنع ايوه انك انت مش معاك ليه صح ويقول لك لا ما بشتغلش وينقل الشقه باسم مامته لا ينقل جميع الاملاك وسياره عقار كل حاجه بقى ما عندوش حاجه انا ما عنديش حاجه مش ابنه ده ابنها هي مش ابنها بالظبط. نرجع بس للقانون تعديل التعديل اللي هيصدر قريبا ايه هم حاليا عايزين يعدلوا القانون الرؤية لاستضافة الاستضافة مبيت الطفل عند الأب تمام الطلب غير حاضر عايزين كل أسبوع يبات يومين وفي الأجازة بيكون مناصفة ما بين الطرف الحاضر والغير حاضر طيب أنا ضد قانون الاستضافة ليه نرجع أول حاجة الأطفال المحتجزين المخطوفين بعد كده استضافة. نقول بقى استضافة ده احنا مش عارفين ننفذ دلوقتي قانون الرؤية هننفذ استضافة يعني لا يعقل تاني حاجة أنا دلوقتي الطفل الصغير دوت أما أنا أقول له أنت عندك بيتين ده الراجل القوام لو متجوز زوجتين بيمشي يكلم نفسه ما بالك الطفل الصغير الطفل الصغير هيبقى عندك هنا بيت بابا وهنا بيت ماما وهنا عادات وتقاليد وهنا عادات وتقاليد وهنا ممكن يكونوا متضايقين من ماما فهيقولوا كلام عن ماما زوجة. سلبي فماما هتيجي تقول يلا نذاكر ويلا نجتهد ويلا وهنا هنطبطب تضارب في المعامله يبقى انا كده لو انا هتكلم على المصلحه الفضله للطفل فانا ضيعت الطفل ممكن يبقى الاب متجوز هو لو الاب متجوز ولو الاب متزوج مين بقى زوجه اب مثاليه هتحافظ على الصغير من الزوجه الاولى يعني ما اعتقدش انها هتحافظ طيب شايفه ان الست المصريه او الام المصريه واخده حقوقها لا طبعا ولا في اي حاجه واخده حقوقها ايه اللي ناقص اما بدايه بتكلم بس بعد الطلاق تمام خلاص انا دلوقتي انفصلت حلو قوي يلا بقى ندخل المحكمه اخد حقي اول حاجه بطالب بقيمه المنقولات هقعد سنه والله اعلم هعرف انفذ ولا مش هنفذ دي اول حاجه تاني حاجه اما اجي ارفع النفقه بعتمد على التحريات وبعتمد على مفردات المرتب اللي هو ممكن الزوج يكون قايل للشؤون او الحسابات لا ده مش تدوها المرتب كامل ففي حاجات بتبقى ايوه تمام تاني حاجه التحريات بس ده ملوش علاقه بالقانون لا ازاي لا طبعا ليه علاقه بالقانون ما هو انا ما هو بناء على النفقه ما هو القاضي بيحكم بالنفقه بناء على ايه بناء على التحريات المقدمه من الاسم
التابع للزوج. تقصدي ان بيحصل التلاعب ده قبل ما يحكم القاضي؟ بيبقى في تلاعب، فيجي القاضي يحكم. انا معايا امهات كتير محكوم لها ب 500 جنيه. 500 جنيه دي ايه؟ يعني انا 500 جنيه ده وغير كمان ده اجر المسكن والحضانه بيحكموا ب 300 جنيه. ايه؟ انا عايزه القاضي والله. يعني انا في مره كنت هنفعل اقول حضرتك خد ال 300 جنيه وانزل انت هات ال فين الشقه اللي هي 300 جنيه؟ طب فين الاوضه اللي لو على غرفه روف مثلا في 300 جنيه؟ انا عايزه في مصر ال 300 جنيه. ومعايا احكام كتير لسيدات محكوم لها ب 300 جنيه. 3000 جنيه مفيش. 3000 جنيه لا دي ده تبقى حاجه كبيره قوي، بس بالنسبه لنا احنا هنا في الدوائر تبعنا لا ما فيش 3000. طيب انا بس معانا دلوقتي مداخله من ايات. الو. الو. ايوه اهلا ايات. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. ايه الحاله اللي حضرتك عايز تكلمي عنها؟ انا ام لبنتين ترتيل ويقين. ام البنتين ايوه تمام. البنتين دول بعد الانفصال، انا انفصلت عن باباهم. بعد الانفصال كان باباهم بيشوفهم ودي وكان بياخدهم وبيبيته معاه والدنيا كانت كويسه جدا. عندهم كام سنه؟ كان عندهم اخر يعني قبل ما يخطفهم كانت الكبيره عندها 7 سنين والصغيره عندها 5 سنين. وبقى له خاطفهم من امتى؟ 3 سنين. انت 3 سنين ما شفتيش بناتك؟ انا اخر مره شفتهم من 2 وشهر واسبوع. من 23/7/2022 دي اخر مره كنت انا شفتهم. بعد ما هو خدهم كان بيخليني اشوفهم يعني عند ناس ساعتين ثلاثة بس مش اكتر من كده. طيب لما تروحي تشوفيهم عند الناس دي ليه مش بلغي البوليس بلغي الشرطة؟ ما كنتش عارفة اعمل ده لان انا ساعتها اصلا كنت متزوجة وبعد كده انفصلت، فانا ساعتها كانت الحضانة لوالدتي فعملت ضم للبنات. بقى هو يعرف مواعيد الحملات وانا لحد دلوقتي انا انفصلت اصلا، فعملت ضم باسمي. هو في حد بيبلغه في المحكمه او في الاسم الله اعلم. خلاص بيهرب البنات وقت الحمل. وقت الحمله يعني لما ينزلوا من الاسم عشان يجيبوه؟ بالظبط بالظبط. منهم مره طلعنا البيت لقينا والدته فاتحه الباب وقاعده مستنياني. ايه؟ والدته فاتحه باب الشقه وقاعده مستنياني. سمعت. تمام. يا اما لو البنات موجوده ما بيفتحوش الباب. وكذا مره اقول للمحضر طيب انا مستشار التنفيذ قال لي حضرتك بتكلمه وبتاخد اذن كسر على التليفون. يقول لي تكريم الصغير ما فيهوش كسر، ما فيهوش كسر باب. رفعت رؤية عشان خاطر اشوفهم برضو ما بيجيبهمش في الرؤية. والبنات المفروض السنه دي واحده داخله يعني دلوقتي بدائي. هي اللي رافعه رؤية؟ انت رافعه رؤية؟ انا رافعه رؤية، انا معايا ضم ورافعه رؤية علشان خاطر يعني اعرف اوصل لهم باي طريقه، اعرف يكون في تواصل بيني وبينهم. يعني انا معايا احكام بس هي احكام على ورق للاسف، يعني معايا حكم ضم ومعايا حكم رؤيه ومعايا ولايه تعليميه بس انا مش عارفه اوصل لبناتي. طيب ماشي ايات، ماشي. دلوقتي الاستاذه هترد عليكي في الحاله. تمام. دي هنعمل ايه في الحاله دي؟ انا عايزه برضو هرجع لنص الماده 292 في عوار فيها في اليه التنفيذ. انا من ضمن الاليات اول حاجه اما بيبقى معايا الحكم وعايز انزل انفذ بنفذ عن طريق بجيب المحضر معايا وبجيب اخصائي نفسي واجتماعي وعن طريق الاسم. اول حاجه بعملها بسبب نص الماده ان انا بختارهم، لازم اعرفهم على فكره انا نازله يوم الاثنين الساعه 5 في الميعاد الفلاني عشان جايه انفذ حكم. بيجي لهم اختار وده قانوني. طب انا ازاي دلوقتي؟ طب ما هو ابسط حاجه انا مش هقول لك ان هو هيسيب البيت، هيطلع بس عند جارتهم اللي جنبهم. أيوة. لحد ما الحمله تمشي وبعد كده هنزل الواد عادي وعيش حياه طبيعيه. هو ده نص الماده اللي انا بطالب بالغائه. ام زي كده بقى لها 3 سنين ذنبها ايه؟ محرومه من ولادها. هو هل ممكن هنا في الحاله دي عشان هي اتجوزت فهو خطف العيال؟ ممكن. هي قالت ان بس هي كانت متجوزه. بس ام احنا معانا حالات سواء هي متجوزه او مش متجوزه او مطلقه او برضه بيخطفوا. برضه بيتم الاختطاف. فهو مش شرط عشان اتجوزت. طيب دلوقتي بس عشان ايات ممكن ان هي تتواصل معاكوا او تاخدوا نمرتها؟ تمام نوصل. تمام. طيب ممكن دلوقتي الكنترول يديكي رقم ايات؟ ماشي. تمام. يعني اتمنى عشان حرام ان شاء الله نكون سبب ان اولادها يرجعوا لها. طيب
انا عايزه اشكر حضرتك جدا. انا عارفه بص في حالات كتير، ولكن للاسف ضيق الوقت انا مش عارفه ان انا اخد كل المداخلات. عايزه اقول لك شرفتيني ونورتيني، ان شاء الله نتقابل تاني وربنا يكون في عونك. والله 7000 حاله دي الحمد لله اللي قدرنا ان احنا نرجع. الحمد لله الحمد لله. انا سعيده جدا ان كنت مع حضرتك. انا اللي سعيده اكتر، نورتيني وشرفتيني. استاذه ايه هزاع، المحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله وعضو بالمجلس القومي للمراه. شكرا جدا لذوقك. وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من آخر اليوم. أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.